ايوه زي ما انتوا قريتوا كده في العنوان بالظبط، هاخدكم جوله في مول القدس. عايزه اقول لكم مول القدس من اكبر المولات اللي موجوده في العتبه. خدت ندى قلت لها تعالي بقى يا ندى وريني ايه اللي موجود عندكم جوه المول. قالت لي ان المول عباره عن 6 ادوار وكل دور فيه مكاتب كتيره جدا يا بنات، وهم الفتره دي عاملين عروض حلوه جدا 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 بتصل ل 50%، وكل ما بتشتري فواتير اكتر بتطلع الاداره فوق تسجليها علشان تدخلي سحب اخر الشهر على جوائز قيمه جدا جدا جدا. الرقم اللي على الشاشه ده تبع المول لاي استفسار. عايز اقول لكم المول فيه لبس بيتي ولبس خروج وكمان لبس رجالي واطفالي، ومثلا الحريمي بينقسم لبيتي وكاجوال، والرجالي كمان بيتي وكاجوال، وكمان الاطفال، وفي فساتين سواري اطفالي حلوه جدا جدا. تابعوا الفيديو لو عايزين اي تفاصيل اكتبوا لي في التعليقات. انا وصلت عند مول القدس، عايزه اقول لكم اعمل لكم جوله جوه المول واقول لكم ايه المكاتب اللي موجوده عندهم. هو مول القدس كل حاجه فيه، العنوان بقى بالتفصيل هتلاقوه متصور في اخر الفيديو ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ازيك يا ندى؟ ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله والله العظيم وحشتيني قوي 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 قوي. حبيبتي 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 ربنا يخليكي. بصي بقى احنا النهارده هنعمل فيديو كويس، عايزين بقى المكاتب اللي موجوده جوه مول القدس، لان ممكن في ناس ما تعرفش ايه اللي موجود جوه المول. بالظبط كده، وعايزه اقول لكم بس اول حاجه ان في كذا مدخل للمول عشان خاطر الناس تقدر ان هي تيجي بكل سهوله. تمام. ده اول مدخلين لمول القدس. ده اول مدخلين اهو. واحد اهو واحد اهو. تمام. دوت اللي هو المدخل ده اللي هو من عند درب البرابره، اللي هو هيبقى جاي من هنا. بالظبط كده. تمام. في مدخل تاني من عند الشوازليه، انا هحط لكم المدخل اللي جاي من عند الشوازليه في اخر الفيديو. طيب قولوا لهم بقى قبل ما ندخل المول اللي انتوا عاملينه جوه، انتوا عاملين اصلا هدايا؟ بصي اول حاجه احنا عاملين جوه زي كوبونات. تمام. النهارده هنبدا الكوبونات دي بقى من اول ايه، من اول 3000 لحد 10000. تمام. ده في صندوق، ومن 10000 لما فوق ده في صندوق تاني. ماشي. طبعا وطبعا بقى عايزين الناس بقى تيجي، وطبعا من المحلات والمكاتب عاملين خصومات حلوه قوي قوي على الصيفي قوي، اللي هو هيشجعك اصلا تشتري باكتر مما يعني. عروسه بقى بتجهزي، عايزه تشيلي لنفسك، عايزه تجيبي، وخاصه ان المول هنا فيه كل حاجه اصلا، لانجري بيتي ومفارش، لانجري هدوم خروج بيتي رجالي حريمي. طب قولي لهم ايه الجوائز بقى اللي هيحصل ليها؟ صح، احنا لسه الجوائز ان شاء الله ما استقرناش عليها، بس هتبقى جوائز قيمه جدا 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 يا جماعه. تمام. واحسن من كل سنه، وهشوفوا انتوا اساسا دي هتبقى حفله يعني بعد شهر تقريبا او حاجه زي كده. صح، احنا لسه ما حددناش برده كل التفاصيل دي، هيعرفوها ان شاء الله. هتنزل يا بنات على القناه، يعني هتنزل على كل على حاجه، يعني اول ما نحدد كل الحاجات دي هتنزل. تمام. هنبتدي منين بقى؟ ندخل من المدخل ده. بالظبط. تعالوا بقى مع بعض كده بنات ندخل من المدخل ده زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. تفضلي يا استاذه ندى. بص مش هحرمكم من حاجه. البلالين هتلاقي حاجات الخطوبه، عيد الميلاد، اسبوع هتلاقي، معلش عشان الراجل عندي حاجات الخطوبه. تمام. بص حاجات كل الخطوبه حاجة. اهو علشان في بنات كتير. تمام. يعني اسعارهم بسرعه. ده عند مدخل المول، ماشي، ده عند بره مدخل المول اهو، اول الباب كل حاجه موجوده بتاعت الاسبوع والافراح واعياد الميلاد. تعالوا بصوا من هنا، بصوا عندي حاجات كمان، كتب الكتاب والحاجات دي كلها، اللي هي مناديل كتب الكتاب والحاجات اللي بتدوري عليها، وكمان حاجات اعياد الميلاد اهي، اللي هي الزينه والحاجات دي. تمام. ماشي. وفي حاجات اهي، الارقام الهيليوم. تمام. واطباق كمان العيد ميلاد، وكمان يا بنات اطباق العيد الميلاد اهي، حاجات اهي اللي مكتوب حنتي وخطوبتي و... وفي بوكسات للهدايا بكل الاحجام. اي حاجه هتلاقيها عنده، اي حاجه هتلاقيها. احلامي بقى. تمام. ماشي. بصي طبعا ده سنتر الفريده بقى، ده هدوم بيتي اهو، في بيتي مكتب الفريده اهو. بصي بقى في شتوي، في كل حاجه، في شتوي وفي لانجري وكل كل حاجه. تمام. تعالوا بقى المفارش. وليد العربي ده صورت لكم عنده قبل كده، ده مفارش، كل ما يخص المفارش، اي حاجه في المفارش بتاعتي بس انا بحبها قوي والله، أنا جايبه منها والله، انا بحبها من عنده على فكره، جايبه واحده بيضة، وانا واخدها بيضة اللي هي المربعه اللي فيها جليتر. وانا برضو يا سلام. وانا والله يا سلام على الاسعار بصراحه، هتلاقوها حلوه جدا جدا ما شاء الله. عنده الرنر ده تحفه، ده بتاع سفره تسريحه. تعالوا نخش نشوف الدنيا عنده في ايه. السلام عليكم. بصوا كمان في دي بتاعت التسريحه صح؟ لا بصي دي بيفرق بالدول بقى، الله عسوله وكتاب الليل. عسوله قوي، تنفع على الانتيك. لا بصي عندهم كمان اشكال مختلفه كتير. يعني بصي دي ده في الورده دي. ماشي. وفي كمان بتاع ملفوفه كده اهي، وفي واحده هناك اهي بهاتيها برده. الورده دي اهي، شايفين الوان كتيره قوي قوي ما شاء الله. تمام. وعنده كمان المفارش يا بنات اهي، اللي بتتحط على النيش، اللي بتتحط في النيش. تمام. ده برضو موجود اهو جوه مول القدس. تعالوا نكمل برضو جولتنا مع بعض.
هتلاقوا بقى هنا كمان ايه، تعالي هنا في بتاع لبس بيتي وداخلي برضو حلو قوي. طيب مش طبعا ده الفولي ده برضو كاجوال، لبس كاجوال اهو، اسعاره حلوه جدا وكوليكشن زي ما انتم شايفين. الحاجات حلوة دي لما بتتعرض بتغري كل الناس، بتغري كل شخصيه. بصوا شايفين، بصوا اللبس عنده حلو قوي. طبعا الشتوي نزل في معظم المول صح؟ لا هو يعتبر في كل المول والله، خروج وبيتي تمام، وكمان في محلات عندها صيفي تصفيات عاملين هنا عروض. بالظبط تمام ماشي، هنروح لهم ان شاء الله ونشوف. تعالوا بقى عايزه اقول لكم المكتب ده حلو جدا. السلام عليكم. بصوا يا بنات، هو اسمه فتحة خير، ده موجود في اول دور جنب الكافيتيريا. هي ندى فين؟ انا اهو. انت اهو ماشي. انتوا عندكم بقى ايه؟ تدخلي اطفالي وحريم. دخلي اطفالي وحريم ورجالي تمام كل حاجه. طيب ايه الموديلات بقى اللي عندك؟ في حاجه نازله جديده اهو، ده فيها موناليزا زي كده. ده بيفتح لك لسه، مش مهم على طول على السريع ده جاهز. ماشي دي دفايه حريمي. ها وفي منها بناتي ما شاء الله. بكام بقى اطفالي الحريمي؟ بتبدا مقاس 100 ميديا 160، وكل مقاس طالع 10. ماشي كل مقاس طالع 10، كل شويه بفلوس يعني زياده. الاطفال اولادي وبناتي مقاس 2 بتبدا 80، وكل مقاس طالع 10. طب والغيارات الداخليه بتاعت الاطفال؟ الاولادي في الامبراطور وفي اوتس وكل حاجه وليها سعرها. الاولادي الثلاث قطن ب 225 والبنات الثلاث قطن ب 210 تمام، وفي اوتس زي كده. الثلاثة ب 165 جنيه. الثلاثة ب 165 تمام. حاجات كتيرة حريمي، في حاجات كتيرة عنده كمان يا بنات اهي، والبرهات متاحة عنده صح؟ وعنده رجالي ماشي. في مكتب جنبه اهو على طول على طول، اسمه ولاد العم. بص هو عنده شتوي وعنده صيفي، عنده الشتوي وعنده الصيفي. يعني هو لسه عايز اقول لكم اسعارهم حلوة جدا جدا. يعني انا بصور الصيفي دلوقتي تلاقي اسعاره الصيفي تحفة. اه علشان خاطر التصفيات. ايوه لسه بقول لها ماشي حاجه الله اكبر تمام ماشي. مع البيضه ركزوا فيها يوم الجمعه. الجمعه تمام ماشي. هنروح فين تاني؟ تعالي بقى بصي على اللف كده، ممكن بقى من بره كده ناخد. بصوا هنوريكم المكاتب اللي موجوده. في هنا تشيلو، ده برضو ده لانجري، ده لانجري اهو، عايز لانجري سوري. هنا برضو دي هدوم داخليه، في اهو همس، في برضو ده داخلي ماشي، دي حاجات داخليه مالناش دعوه بيها ماشي. ده اطفال عشان حديث الولاده. عشان الناس تسال كتير قوي حديث الولاده. حديث الولاده اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ده عنده الشياله والشنطه وعنده اللبس الشيخ. خلفي وتعالي هنا على طول. ده بقول لك ايه، لما تفكر تتجوز اصلا تنزل على طول على مول لبسها، وبعدين لبس اطفالها واحتياجاتها كلها هتلاقيها هنا. احفادك بقى ولاد ولاده كل هنا في فرح هنا تمام. تعالي برضو في الريان اهو، تفتكري هنسكت؟ عندنا فساتين افراح اطفال برضو. لا ده لما يكبروا ولادهم شويه، ده لما يكبروا شويه بقى من حديث الاطفال تمام. حديث الولاده هيكبروا شويه. في فساتين اهي سواري زي ما انتم شايفين عند لولو كاتي اهو. بالظبط تمام، عنده تشكيله كبيره جدا ما شاء الله اهو. بصوا برضو، وعنده على فكره بدل برضو ولاد، في بدل اولاد اهو، في برضو بدل للاولاد اهي جوه تمام ما شاء الله. بصي في كمان اهو، ده بقى بتاع لبس اطفالي حلو قوي. السلام عليكم، ازي حضرتك عامل ايه؟ بص بقى يا بنات، هو نزل الشتوي ما شاء الله اهو، بيجامات ترنجات. الاعمار عندك من كام لكام؟ من سنه 15 سنه، اولادي وبناتي صح ما شاء الله. الكوليكشن بصوا شيك قوي وحلو جدا جدا تمام ماشي. ده كل ده احنا لسه في الدور الاول، في مكتب الاخوه اهو، ده كل حاجه ده بقى ايجنتس بقى بناتيلو جواد موجوده عندكم تمام. هنطلع الدور اللي فوق. تعالي بصي، اولا الحاجات الصيفي بس الصيفي عليها عروض ايه؟ عليه خصومات. ده عند مكتب اسمه عصفور. ده برضو كل ده في الدور الاول، هو جنب المدخل على طول. جنب المدخل بس شايفين دي اسعار اللبس الصيفي عنده تمام ماشي. هنطلع الدور اللي فوق. تعالي استني بس عايزين نشوف ده، عشان عامل بصوا كمان شتوي ب 100 جنيه والله. طيب بصوا في كمان روان وسجد اهو، ده عندهم داخلي برضو، يعني حاجات الداخلي هي متاحه عندهم ماشي. السلام عليكم. هو المكتب اسمه ايه؟ اس ار؟ اس ار كيدز تمام، اس ار كيدز تمام. عنده ترنجات اهي، اي ترنج اطفال عامل 100 جنيه تمام. انا شخصيا لسه مشتريها من عنده ترنج. ليكي؟ والله. انت كمان الحريمي؟ ايوه انا برضه ب 100. اي ترنج حريمي اهو كمان عامل 100 جنيه، وكمان الاطفالي برضه عامل 100 جنيه كمان. في برضه حاجات ب 25 جنيه ديت، دي تيشرتات. اي قطعه بقى؟ اي قطعه ب 25 تمام. اي قطعه انتوا عايزينها؟ والله العظيم انا والاثنين والثلاثه
سنه واثنين وثلاثه عامله 25 جنيه في شورت برضو. في شورت هو والله حلو قوي. نظبطه على التيشيرت 300 و400 و150 جنيه. ما شاء الله الرجال برضو عنده بكام؟ بدل 300 و400 خلينا كله سعر الواحد 150 150 جنيه الرجالي عنده ماشي. اس ار كيدز ده برضو موجود في الدور الاول. بصوا بقى كده بنات احنا في الدور الثاني. طلعنا الدور الثاني بتاع الشوازليه. بصوا في اخر البتاع كده هتلاقي فيه مدخل. تمام ده الشوازليه ماشي. ده المدخل الثاني برضو جنبه. تمام دخلت الشوازليه. بصوا في مكاتب اهي. في مكتب اسمه اجمل لمسه للكاجوال وفي بيتي طول ما انتم ماشيين اهو شايفين. بصوا ده الشتوي اهو ما شاء الله. هو حلو بصراحه فساتين وكارديجان اه. وفي كمان البيزك اهو نزل اكيد عنده الوان منه اسمه اجمل لمسه اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين. تمام ماشي. في كمان جلابيات بيت اهي حلو. الاسعار بقى مع المكاتب يا بنات ماشي بالظبط كده. ايوه وبرده احنا ما بنشيلش السيله ما شاء الله. السيف موجود. موجود. حلوه دي. بص مقاسها مريح كده وواسعه وخامه عالي دي اهي اه. بصوا تعتبر تلبس ممكن لحد 120 اه ناعمه قوي وخامتها حلوه وخامتها تقيله ماشي. تعالي بقى نشوف ايه برضو في المكاتب الثانيه. طبعا هي الكاشات ما بتتقطعش من عندنا موجوده. العبايه اللي هي الجرابيات الحاجات الفسكوز والحاجات دي تمام عندنا موجوده طول السنه بالظبط كده ماشي حلو قوي. تعالوا برضو ايه خليكم معانا كده. دي برضو فساتين افراح. هي المكاتب دي جديده مش مسميين اساميها. لا مش الدور دوت احنا بس بنعمل له يفط تمام وبس. هي دي بقى المشكله. بس مفيش مشكله خالص. هو احنا برضو بنعبص ما شاء الله فساتين كتير قوي حلوه ازاي اطفال. عايزين تمويه عشان يجوا يدوروا في البيت كله. انتوا عايزين تتعبوا. بصوا فساتين ايه ما شاء الله صواريخ حلوه قوي. البدل بتاعه الاطفال عسوله. بصي يا لهوي كوتي خالص في البيبيون بتاعها لطيفه جدا اهي عسوله. خلاص بقى هو يلبس ده يلبس الفستان ونخلص بقى. ما شاء الله والالوان حلوه جدا جدا عندهم. اسم المحل بتاعكم ايه؟ مسايا. مسايا مش بنات مسايا. دي برضو عبايات كرداسه. دي عبايات اهي زي ما انتم شايفين. في حاجات ب 120 عندهم التصفيات اهي يا بنات. حاجات صيفي عامله 120. بصوا كمان الاستوديو عرضوها للناس. نسينا بس نقول اهم حاجه ان في اسانسير. اه في اسانسير للناس اللي مش عايزه تطلع على السلم صح؟ احنا نطلع. احنا لا احنا هو الاسانسير هنا ماشي. الاسانسير اهو. انتوا اصلا اول ما تدخلوا اسالوا اي حد فين مكان الاسانسير هيقول لكم على طول. ده بقى الدور الثالث زي ما انتوا شايفين كده اها. ماشي لايف هنصور هنا بقى. هنصور هو سنتر الرحاب. ايوه الرحاب. انتوا عندكم ايه بقى؟ عندنا كل حاجه يا ست. عندهم على فكره عندهم حاجات مستورده آه. وعندهم حاجات شتوي. بصوا عندنا حاجات كبيره بس مشروب الشغل ده جماعه بيعرض على طول. في شويه في شويه. خش يا باشا هنا على الشتا. دي حاجه ستان اهي. دي حاجه ستان تركي ما شاء الله. دي عامله كام دي؟ دي عامله 210. كم قطعه؟ 3 قطع. ثلاثه والروب. والروب بصوا في برضه حاجه زي كده. ايوه في رجالي على فكره. في رجالي كمان حاجه زي كده برضه تركي. تمام في حاجات زي كده. في حاجه زي كده 90 جنيه قطيفه. في حاجه زي كده 90 جنيه قطيفه. 90 جنيه تمام. بصوا البيجامه حاجه زي كده 3 قطع 120. حلوه حلوه. طلعش الصور دي. بصوا كمان اه برضو الهدى والرحمه مفارش. هو عنده بقى مفارش بقى وبطاطين والحفه والحاجات بتاعت العرايس اهي يا بنات زي ما انتم شايفين. طب بصي المريله دي يا مروه الله عسى. اه دي بصي انت تطبخي هتمنع. لا دي مش على طبيخ دي. لا انا اقصد ان هي تيجي تغسل مواعين او حاجه وتنشف ايديها. ولا مواعين. امال ايه لوحه؟ دي ديكور. ديكور انت مش شايفه شكلها؟ حلوه بصراحه. حلوه. بصي المريله دي جديده شكلها جديد. اه احلى دي جابت دي عندي. بقول لك المريله دي بكام؟ المريله بتاعت المطبخ 125 ب 125 ماشي. عند الهدى والرحمه للمفروش. بعد ما خلصنا عند الهدى والرحمه تعالى اوديكم اخر شياكه اللي هو اخر الطريق ماشي. يعني هو اخر شياكه واخر الطريق. واحنا ماشيين واحنا ماشيين بقى زي ما انتم شايفين 160 جنيه دفايتها يا ابني بدل 210. المول مليان. انتوا عندكم هنا كم مكتب هنا ده؟ لا ما شاء الله احنا كتير يعني. اه يعني ممكن تعكموا على معدين ال 100 عشان احنا النهارده بدايه الكوبونات. آه بدايه الخصومات. ايوه عشان ايوه عشان نفرح الناس. طب طب الناس تيجي بقى. ايوه بالظبط. يعني نسيت اقول لكم ان الكوبونات دي في الدور الرابع. ايوه مكتب الاداره بعد ما ياخدوا الريسيت من صاحب المكتب خليك يختموا صح؟ لا لازم بالخيط بالظبط.
وتطلع عندنا الدور الرابع. بصي ده كده اخر شيكه. بصوا ده دي حاجه اخر شيكه. نوريكم بقى الشيكه في اخر شيكه. اتفضلي عدي. بصوا ما شاء الله ده جوخ خفيف حلو تحفه. حلو قوي 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 ما شاء الله. عدي عندي. بصوا تحفه واكيد في منه الحاجات دي في منها الوان صح. والبيزك الله الشميز ده تحفه. ايوه انا طالعه والله. طب انت بقى اقول لك حاجه جايبه منه اللي هو الاحمر في الاسود ما شاء الله. انا كنت جايبه السيمون لطيف اهو زي ما انتم شايفين. تعال وفي كمان سيرت على بعضيها اهي البلوفر خامته حلوه. ممكن تلبس دي لوحدها وده لوحده. عايز اقول لكم كمان الخامه عجينه ناعمه جدا. ايوه ممكن اعلقها دلوقتي. يلا نجرب. نجرب. لا مش هجرب انا هاخده. هاخده طبعا. بصوا في اخر شياكه اهو. تعالوا بقى جوه المكتب ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بقى بنات ما شاء الله اخر شياكه زحمه جدا جدا جدا. بصوا ما شاء الله عندهم بقى هنا يا ندى وعنده كل حاجه ممكن تتخيليها يعني. اي حاجه ترنت هتلاقيها هنا فعلا. بصوا لو دخلتي فعلا المكان ما شاء الله حاجات كتيره جدا جدا. بصي طبعا كل حاجه فيها كميات. ما لسه الشيك نازل بالظبط. لا في كميات يعني عشان ما تجيش. ده فيست ده الله. بصوا الفيست ده تحفه حلو قوي على البلوزه اللي انت لابسه. بسرعه مبروك عليكي. مبروك عليكي. خدي واجري. بصي يعني كل حاجه كل حاجه بكميه في الاكياس. كل حاجه معروضه اهي هتلاقوها. كل حاجه هنا هتلاقيها ترندي موجوده هنا. تحفه حلو قوي. ده بكام ده؟ بكام؟ بصي الترينج. شكرا. بصوا التريننج ده حلو جدا. هو ده في منه الوان؟ ده ب 180 في منه الوان صح؟ كل الالوان وكميات اهي ما شاء الله. تمام. بصوا يا بنات المكتب ده انا هعمل لكم جوله لوحده اصلا يعني عشان اسعاره حلوه جدا والكوليكشن عنده حلو. هو مهما لفينا فيه مش هتعرفي تجيبي كله. الفستان ده بالظبط. والجواكت البامبا هي الهاي ويست نازله عنده بالظبط. الوان برده ها. ده عايز 3 4 جولات. انا هاجي لك ده. انا هاجي لك شويه كده فيديو لوحدك عشان ماشي ما شاء الله. تعالي نخرج الناحيه الثانيه نلف نبقى انا في لفينا لكم جوه المكتب. ما شاء الله جاكيت بوخ اهو. ده بكام ده؟ ده ب 165. ما شاء الله حلو. وفي منت منه كمان. تعالى يلا يلا ما شاء الله. بصوا حته جميله برضه حلو قوي ما شاء الله. حلو ده خريفي. لا ولونه حلو الصراحه. بصراحه لونه جميل كده صيفي كمان. حلو قوي ده للنادي. ده في حد ركبتي. بص ده نزول سريع بالظبط. حلو قوي يلا بسم الله. عندنا ما شاء الله بطانيه. خلاص يا بنات هصور لكم جوله فيه لوحدها. بصوا ما احلى ماشيين هشوف قطع لحد ما تصوري. حلو جميل. حلو قوي. بصوا الزحمه ما شاء الله يعني عنده ايه. هصور لكم يا بنات جوله للمكان ده لوحده ماشي. وريني تحفه المكان ده. حلو في الوان ها؟ ماشي ما شاء الله. سبتيني ومشيتي؟ جريتي؟ انا ببص ورايكي. بص انا منفصل جايه لكم هصور فيديو. بصوا ما شاء الله الحمد لله خرجنا من عندهم بسلام. بصي هو المكتب بصراحه اخر شياكه. هو اخر شياكه حرفيا فعلا. مجموعه يعني تقريبا من اكبر المكاتب اللي موجوده هنا. كاجوال اساسا عندهم كل حاجه حرفيا انت ممكن تتخيليها. طب انت شفتي الزحمه مش محتاجه اتكلم. ما شاء الله. بصوا العبايه دي برده حلوه قوي. هقول لكم هي دي موجوده فين. موجوده في مكتب اسمه ياسمين شام. ده برده لانجري سوري. لانجري سوري. تعالي برضو في مكتب هنا اسمه كان بتاع الجينز تقريبا. بصوا في لان كم. بصوا اهو ايمن ده صورت لكم عنده قبل كده. السلام عليكم. ازيك؟ ازيك يا ايمن؟ عامل ايه؟ بصوا ما شاء الله الجينز بقى بالوانه وانواعه وخاماته وستايلاته وكل ايه والوانه وحركاته. عامل ايه؟ الحمد لله. بصوا كمان في الحمد لله. بصوا البنطلون ده كمان حلو وفي منه الباجي ده عند ايمن موجود في الدور الثالث الثاني. في الدور الثاني ما شاء الله. جواكت اهو المحلين بتوعك يا ايمن صح. بصوا في جواكت كمان طويله اهي لو عايزين جواكت طويله. والبناطيل الالوان بقى في كمان اللي نازل ترندي اهو. كل حاجه هتروح اسعار خاصه لتجار الجمله. ام هتعمل اسعار خاصه لتجار الجمله. تمام. لسه جديد اوفر سايز. ما شاء الله. ده تونك طويل على فكره. ده عامل كام ده ايمن؟ مقاس في 4 اكس ما شاء الله. 185 185 جنيه جاكيت جينز ما شاء الله. مقاسات لحد 4 اكس ماشي ايمن. ده بص موجود في الدور الثاني ماشي ايمن. ماشي. شكرا. ازيك يا استاذه؟ ازي حضرتك؟
في كمان جوجو اهو عنده لانجري برضو، ده برضو كاجوال، وده برضو اسمه ملوك الكاجوال، عنده لبس كاجوال برضو ماشي. وفي ابو سمرة عنده ملابس تركي، ده برضو جينز بالظبط كده، دي حاجات جينز اهي. بحب ندلع الناس بصراحه، والله عايز اقولك المول لامم كل كل يعني حاجه، يعني مش هتقدر تلف بقى كتير بالظبط. عندنا هنا هم هيلفوا كتير بسبب ان لا قصدي بقى أيوة. مش هتلاقي حاجه وبتاع. شركه الشابوري اهو دي برضو حاجات شايفين بهدله ماشي. في اخر الشياكه، ده بقول لك ايه، ده تبع اخر الشياكه اللي احنا كنا عنده بالظبط. وهنا برضو اخر شياكه، ايه ده، في ايه ماله اهو. ايوه اهو الشياكه اهو، وهناك برضو اخر شياكه واخد فروع كتير. نطلع بقى فوق. تعالى فين اللي اي حاجه ب50 هنا. طب وريني طقم قطعه، اي قطعه اللي تطلع في ايدك. بصوا بنات فستان ساتان بليسي اهو، ده عامل 50 جنيه غيره ما شاء الله. بصوا بلوزه زي كده 50، حاجه تلبيسه بيزك زي كده. بقول لك انت موجود في الدور الكام؟ الدور الثاني اخر شياكه. معلش يا توته انا اسفه، في الدور الثاني يا بنات ها، اخر شياكه كده. هنطلع الدور الثالث. هو اخر شياكه واخد هو اخر شياكه واخد حيز كبير فعلا. ما شاء الله حاجاته حلوه جدا الصراحه جامد والله. انت طبعا شفتوا، انا مش حاجه اتكلم صحيحه، انا مش بتكلم ازاي، ما تتكلميش عشان هو فعلا فعلا حلو. بصوا هنا في مكتب اسمه برستيج لبيت لبس بيتي بالظبط كده زي ما انتم شايفين. في اسيل السوري، ده برده بيجامات بيتي و... تمام. ده بقى مكتب الغالي طبعا، عنده كولكشن عبايات ما شاء الله. بص العبايات دي وعنده كمان عبايات جينز. بص العبايه دي عبايه الاستقبال، حلو قوي. حسيت ممكن تروحي بيها مناسبه بفدوة. ايوه ممكن تروحي بيها انت عمري. حلو. عنده بتاعه فدوه فين الحاجه دي ورانا، يلا ورانا دي. ايوه المرحومه، ايوه بتاعه المرحومه. ايوه بتاعه المرحومه اهي ما شاء الله. بصوا الايد بتاعتها كمان حلو قوي ما شاء الله. ماشي يا حاج، شكرا جدا. ده بصوا موجود في الدور، في الدور الكام ده؟ انا ده في الدور الثالث. الثالث اسمه ايه؟ التالي. الغالي اسمه الغالي، موجود في الدور الثالث ماشي. عنده كولكشن ما شاء الله. بصوا العبايات دي كلها اهي، عنده كل العبايات اللي انتوا عايزينها. طيب هنيجي بقى، ده ايه؟ ده بينك مود بالظبط، ده بيتي كلا. الله على فكره لبس البيتي عنده حلو قوي. بص اليافطه عامله ازاي. ما انا عايز اقول لك فعلا اللي حاطط اللي منسق الالوان حلو. اجي اشيل فلوس اللي هو صراحة حلو قوي. لا بصي طري قوي، ناعمه جدا جدا، واكيد دي بحب الحاجات الشتوي دي قوي بجد، علشان بيبقى شكلها شيك. اللبس الشتوي حلو. بصوا كمان في عبايه زي كده اهي، دي مع الفوت وير بتاعها. استاذه بصي عندنا بقى هنا برضه، حاضر ما شاء الله. بصي ده برضو ملوك الموضه، عارفاه، كانوا بصوا الو ما شاء الله. ده اسمه ملوك الموضه برضو، موجود في الدور الثالث، نزل الشتوي وعنده بعض القطع الصيفي اكيد عامل عليها عروض بالظبط كده. هي اي قطع صيفي معمول عليها تصفيات وعروض. تصفيات جامده قوي. انت شفت تحت اخر شيكه عامله ب 50 جنيه، عاملها ب 50 جنيه تمام ما شاء الله. ده اسمه ملوك الموضه في الدور الثالث. ملوك الموضه اسعار جمله يا ست الكل ماشي، اسعارنا جمله. بصي ما شاء الله، بصوا اجيبها بس كده شايفين حلو قوي. دي قطعتين على فكره بالظبط كده تمام. ماشي هنطلع فين تاني بقى؟ تعالي بقى نطلع فوق، ده الدور تعالي. الرابع اخر ده الاخير بالظبط، الدور الرابع والاخير. محمود فين؟ تمام. بصوا بقى في ايه هنا، ايه بقى؟ ده كل يوم جديد. انهي واحد؟ هو ده كل يوم جديد تمام. برضو ده كاجوال، برضو يعتبر من اكبر المكاتب اللي موجوده. المكاتب ما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات هو ما شاء الله مليان بضاعه. مش هنقدر نخش، هو مليان بضاعه. عايزه تيجي تشوفي مجموعه كبيره او كوليكشن كبير تعالوا. بصوا كل دي لسه بضاعه. في بضاعه ده اسلام عكاشه، اسلام عكاشه، وده جلاديا. ده برضو عنده برضو على فكره مايوهات وشورتات وبناطيل. في بنطلون هو ب 35 جنيه، بس دي ب 50 حاجه زي كده، 50 العرايس حلو قوي تمام. ماشي ده برضو ده جود نفسي عنده حريمي رجالي واطفالي واولادي.
طبعا ده سوليتير. هنيجي نصور عندي. اهو اهو جايه لك. الصبر الصبر سوليتير. عنده مجاعات بيتي تكفي تكفيني كلها. بصراحة هو عنده كولكشن حاجات حلوة قوي للبيت الخطير ما شاء الله. مش هو بصراحة مش محتاج يتكلم عن نفسه. تمام. انتوا عندكم لانجري؟ جوه اللانجري. طب هو جوه اللانجري يا بنات ماشي عشان انتوا عارفين انا مش بصور اللانجري. اهو جوه بقى اللانجري حاجة زي كده. اهو من بره من بعيد. بصي ممكن اخش 3M. 3M تمام. بص يا بنات ده مكتب اسمه 3M الاسطوره. ده بتاع ايه بقى؟ ده بقى برضو حريمي ورجالي وبناتي وولادي كل حاجه كل حاجه. تمام ماشي. ده بقى ده برضو رجالي. ده رجالي بس ده عنده كل حاجه حرفيا تخص الرجالي. تمام يعني اطفالي برضو الحاجات دي كلها. وده مكتب ده لانجري ملناش دعوه بيه اسمه بس ايه بس برضو عنده كولكشن حلو قوي. تمام. في الماس وده الماس السوريه برضو. عنده كولكشن حلو قوي. ده ايه ده بيتي؟ ده لبس بيتي. بصي ما شاء الله عنده طبعا اشكال كثيره قوي. طبعا احنا الناس تيجي بقى تبص عشان احنا صح انتوا بقى الحقوا هم عاملين عرض اصلا على حاجات كثيره جدا جدا مش هقدر اساسا ان احنا اوريكم كل حاجه. بالظبط في مكتب ضجه برضو من اكبر الكولكشن المكاتب اللي موجوده هنا للانجري. بالظبط كده. وفي جو فلاي ده برضو عنده حريمي واطفالي وولادي. وفي رازين كاجوال اهو. ده كذا ده بقى. خارج بيتي والله العظيم. انت عشان هي الاداره هنا يا بنات فهي تخرج تقبض ادفع. ده بقى كل شيء يلبس لي يا بنتي مانيكين. يا عيني يا بنتي حالتك صعبه. انت متخيله هو يلبس الموديل فهي تشتري. بصوا التيير ده حلو جدا ما شاء الله زي ما انت شايفين. هنصور بقى مكتب روضتي. تعالي ده برضو بصي ده حاجته بقى تركي. ده ما شاء الله ده حاجه تركي. وبصي زي ما انت شايفه كده ما شاء الله. فارش كل حاجه. تمام. وعنده سيفي برضه. بالظبط. بصي دي خامات اساسا تركي اللي هي الحاجات الطريه دي. بالظبط كده. تمام. ده بس. فين ما شاء الله بس بقول طب في مكاتب هنا تاني كده خلاص صح كده. طب احنا كده بقى خلصنا لكم الجوله بتاعتنا. تعالي عشان عايزين نوريهم مكان الكوبونات. بالظبط ده اهم حاجه صح بعد طبع. اذنك طبعا. بصي طبع. هتلاقي مكتوب في ده في الدور الرابع. تمام. هتلاقي الاداره اهي. هتخش جوه. بصي ما شاء الله هنا الكوبونات. تمام. هنا بقى يا بنات اي ريسيت هتاخدوه من صاحب من المكان هتيجي هنا. تمام. هتيجي تملى الكوبون دي. تمام. التعليمات ايه احنا برضو لازقينها عشان خاطر ان هم يقدروا يعرفين كل حاجه. شايفين هي دي يا بنات التعليمات ماشي. ولكن في رقم للمول اصلا فيها. طب تعالي كده بصوا انا هقول لك تكتبيه اي حاجه هقول لك واي لينك ليكم. لينكات فيسبوك فيسبوك انستغرام يوتيوب تليجرام تيك توك. الله عاملين فرق. بصي انا منتشرين على السوشيال ميديا. منتشرين على السوشيال ميديا ماشي. انا شكرا ليكي جدا انت معايا. شكرا جدا ليكي حبيبتي. ماشي يا بنات اشوفكم على خير. باي. ونيجي بقى يا بنات لوصف العنوان. زي ما انتم شايفين كده انا واقفه في شارع الجيش اللي موجود في باب الشعريه اهو. زي ما انتم شايفين هناك كده يا بنات هتلاقوا كوبري الازهر ودي دخلت شارع شوازليه. هتلاقوا محمد حسين بتاع اليميش هتدخلوا من ناحيته. اصلا انتوا لو نزلتوا العتبه او باب الشعريه اسالي اي حد بس قولوا له عايز اروح مول القدس يعني اشهر من النار على العالم هناك. هتفضلوا بقى ماشيين في الشارع ده زي ما انتم شايفين في ناس فرشه كتير لبس بيتي ولبس خروج كمان. بس جوه المول في عروض حلوه جدا جدا جدا. والمول بيضمن لك طبعا ان انت لما في بيحصل مشكله في حاجه فبيقدر يحلها لك. يعني لما انت بتشتري من مكان كده فبرضه بيبقى فيه معامله مختلفه. دلوقتي بقى هتفضلوا ماشيين على طول كده في سلم هيقابلكم هتفضلوا برضه ماشيين فيه على طول. اسالوا بس باكد عليكم اي حد على مول القدس. عايزه تنزلي محطه مترو باب الشعريه تمام. عايزه تنزلي محطه مترو العتبه تمام. ايه اللي يعجبك طول ما احنا ماشيين اهو يا بنات. برضو عايز اقول لكم مول القدس كمان ليه مدخلين تقدري تدخلي من اي مدخل فيهم. وعايزه اكد عليكم ان مول القدس قافل يوم الاحد علشان محدش يروح يوم الاحد ويقول لي ايه احنا رحنا ولقيناه قافل. المول اجازه يوم الاحد زي ما انتم شايفين اهو. هوريه لكم دلوقتي بس الطريق هنا كان زحمه جدا زي ما انتم شايفين. في محل اهو موجود اسمه اسيا كيدز ماشي. هو بعديه على طول يعني المول اهو بعديه على طول مول القدس ليه مدخلين. في مدخل بيطلعك على دور ومدخل تاني بيطلعك على دور مختلف. فلو عايزين تفاصيل اكتبولي في التعليقات.